أني إيلا، وأهلا بكم ببرنامج حياتنا. من المواضيع المتداولة في حياتنا اليومية واللي يهم عدد كبير من المواطنين هو قرار مجلس الوزراء حول تحويل جنس الأراضي الزراعية إلى طابو سكني. ووفق حرصنا على متابعة الشارع العراقي، تم التواصل مع وزارة الزراعة التي بدورها أكدت أن الكثير من المساحات الزراعية اليوم أصبحت مقفلة سكنيا، والوزارة لا تحتاج إلى هذه الأراضي بهدف الزراعة، فقد أصبحت سكنية بشكل كامل، وسيتم تغيير جنسها من زراعية إلى سكنية وتمليكها لساكنيها مقابل طبعا دفع رسوم مالية بعد تقييم سعر الأرض، وهنالك أيضا رسوم للخدمات الأخرى، وكحال باقي المناطق السكنية تم تحديد الأسعار، وسيكون وفق لجان خاصة تدرس هذا الأمر في وقت قريب. كما بيّنت الوزارة أن هذا القرار سيحدد بشكل كبير العشوائيات، فهو سيمنع إقامة أي مناطق سكنية على الأراضي الزراعية والتي لم تحول سابقاً، وأي تحويل حالي سيتم اتخاذ أقصى العقوبات بحقه، وذلك وفق القوانين العراقية المشددة. وقالت الوزارة أيضا لن نسمح بإنشاء أي عشوائية جديدة بأي منطقة في بغداد أو حتى المحافظات الأخرى، وأن قرار تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية وتمليكها إلى ساكنيها يشمل الأراضي الزراعية التابعة للدولة العراقية وكذلك الأراضي الزراعية التابعة للمواطنين التي تم تقسيمها وبيعها. لكن للخبراء رأي آخر ومختلف، رافضين توجيه أو توجه الحكومة إلى تحويل المناطق الخضراء أو الزراعية والبساتين إلى أراضي سكنية بدون وجود طبعا استثناءات، ذلك حيث أن تحويل الأراضي الخضراء إلى سكنية وصفوها بالتشويه، إلى جانب أنه يفتح بابا لا يمكن إغلاقه، على اعتبار أن الكثير من المواطنين ينتظرون أي موافقة ولو بسيطة حتى يتم استغلال تلك الأرض وتحويل جنسها، وهذه مشكلة كبيرة ستواجه بغداد والمدن الأخرى أيضا بحسب قول الخبراء. مشاهدينا، هذا هو محور حلقتنا لهذا اليوم، تحويل جنس الأراضي الزراعية بين الوعود والآمال. للتواصل معنا على صفحتنا، على صفحة قناة الرابعة في البث المباشر، تقدرون تتركون تعليقاتكم ومشاركاتكم، وأيضا تقدرون تتصلون علينا وتشاركونا برأيكم أو حتى قصتكم حول هذا الموضوع على الرقم الظاهر على الشاشة، وهو 0782233220. لكن قبل ما نستقبل مشاركاتكم واتصالاتكم، رح نروح نشوف تقرير مع الزميلة حنين العبد الله حول تحويل جنس الأراضي الزراعية، هل يصدم بواقع حكومي؟ خلونا نشوفه. 30 مليون دونم حجم المساحات الزراعية في العراق تبلغ المستغلة منها لعملية البناء وتحويلها إلى مجمعات سكنية ومولات وغيرها أكثر من نصف المساحات الزراعية، ولم يكن استثمار الأراضي الزراعية ظاهرة جديدة، لكنها زادت في السنوات الأخيرة بسبب غياب الرقابة والقوانين. تعود المساحات الزراعية المستغلة إلى الدولة وقسم منها للمواطنين، لكن سيطرة بعض الفئات عليها وبيعها وبناءها بشكل عشوائي يفتقر إلى التخطيط العمراني حال دون زراعتها. القرار الأخير لمجلس الوزراء بتغيير جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية وتمليكها لساكنيها وفق رسوم مالية وخدمية تحددها دوائر الدولة، كون هذه الأراضي غير صالحة للزراعة أولاً ولتقليل أزمة السكن بحسب مختصين ثانياً، لكن الخطورة الأكبر وفقاً لمراقبين تكمن في أن التصحر يجتاح البلاد بنسبة 39%، إضافة إلى زيادة الملوحة في تربة الأراضي المزروعة بنسبة 54%، مما ينذر بمشكلات صحية واقتصادية للبلاد نتيجة تلاشي المساحات الخضر شيئاً فشيئاً. من بغداد، حنين العبد الله،
قناة الرابعة. الأكيد إحنا طبعا بداية نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم على رقم الظهر على الشاشة. طبعا كلنا نعرف أنه إحنا محتاجين مساحات خضراء، محتاجين تنشيط الزراعة، وبنفس الوقت محتاجين حلول للعشوائيات اللي تقدر بملايين الدور السكنية في بغداد والمحافظات أيضا. محتاجين حل لأزمة السكن، هنالك كثير من المتعلقات، شيء مربوط بشيء آخر، وزارة يعتمد عملها على وزارة أخرى. في حين جاء هذا القرار، قرار تحويل جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية، الأراضي الزراعية اللي وتمليكها إلى ساكنيها، يعني نحن لا مع القرار ولا ضد، لكن نتحدث حول الموضوع ونشوف. أكيد لكل قرار حكومي اليوم ممكن يكون أكو سلبيات وإيجابيات، هنالك لكل قرار توابع. بدنا نحاول اليوم نشوف التوابع اللي تتبع هذا القرار، حيثياته. القرار هو عبارة عن مثل ما ذكرنا تحويل جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية وتمليكها لساكنيها. يعني اليوم مثلا هنالك الكثير من الناس اللي متجاوزين على الأراضي، أراضي الدولة، وهي أراضي زراعية بنوا عليها بيوت وسكنوها. هذه الأراضي اليوم الدولة تاحت لهم الفرصة لهؤلاء الناس أنه يتملكوها، لكن أيضاً أكو حيثيات أخرى. يعني البعض يسأل أنه أنا اليوم لأنه ملتزم بالقانون فأني ما حصلت قاع مال الدولة وأقدر أشتريها، لو ما ملتزم بالقانون لعد. هنالك أيضاً ضعاف النفوس اللي ممكن يستغلون هذا الشيء كفرصة أنه يتجاوزون أكثر على أراضي الحكومة، يقدرون أو لا. خلونا نشوف حيثيات هذا القرار، لكن مع ضيوفنا أكيد اللي حيكونون ويانا اليوم. لكن قبلها خلونا نشوف رأي الشارع العراقي من خلال سؤالهم بعض الأسئلة حول هذا القرار. خلونا نشوف آرائهم ونشوف هذا الاستطلاع، استطلاع الرأي مع الزميلة حنين. تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية وتمليكها للسكان قرار راح يفرح هواي عوائل، لكن الكل فعل ردة فعل، مشاكل صحية واقتصادية وبيئية راح يواجهها البلد بسبب اختفاء المساحات الخضراء اللي يعتبر وجودها مهم جدا. خليكم ويانا بهذا الاستطلاع حتى نشوف آراء الناس حول موضوعنا لليوم. شلون تشوف تحويل جنس الأراضي؟ والله مبادرة هي كل الزينة، أولا تنقذ الفقراء، ثانيا الناس بدل ما استولت عليها المافيات مال الأراضي وبدت تسويها، فالناس الدولة كل اللي هاي قاعدة كلها تعبان، ووضع الناس كله تعبان. فمشكور سيادة رئيس الوزراء إذا كان إلا جدية وناس جادة تكون ما تعارض بهذا الموضوع، بحيث تضمن الفقراء وكل الناس تساوى، لأنه هذا الوضع كلها الناس بنت بفلوسها الخاصة وناس بلطت بفلوسها الخاصة، وجاي حتى يثقل على الدولة ترى كهرباء ومي، وما جاي ندفع جباية. خب بدل ما هذا الدولة تجي تستثمر ذني وتفيد العالم وكل الناس تستفاد، إذا أكو كون نية جادة بهذا الموضوع. احنا نتمنى هذا القرار إذا أكو جدية به، يعني بس هذا نسمع به بس بالفيسبوك، ماكو تطبيق لحد الآن موجود برؤية جادة من قبل رئيس الوزراء. هذا احنا نأمل بنعده خيرا يعني إن شاء الله. احنا أولا جاي نشتغل على حسابنا، مثل ما يقولون كملنا مجارينا، كملنا كهرباتنا على حسابنا. أنا بالنسبة لي قدمت على محاولة خلف الله على الكهرباء، ومشكورة دائرة كهرباء الرصافة اللي تعاونت معانا وطتنا أسلاك وطتنا محاولات جديدة ورتبنا وضعنا. وبالنسبة إلى حتى أرقام دار هذه الجهة المصور إذا يأخذها، أرقام دار مسوينها مدخلها همين مختار، بس يراد لها مختار هذه المنطقة ويراد بس تبليط وأرصفة، غير هذا ماكو. كهرباء موجودة، بناء نظامي موجود، وكل شيء موجود. احنا نريدهم يتعاونون ويانا يشيلون هاي الانقاض اللي موجوده، المتجاوز همين اللي باني له فد شيء مقدمه يزيحونه، وتعاون الدوله لا اكثر ولا اقل، بس مجرد التبليط وتمليك اذا هذه. يعني احنا ناس كل احنا متعففين وناس فقراء وناس مظلومين، يعني ما حصلنا لا من الحكومه السابقه ولا اللي بعدها ولا هذه،
ونترجى خير بهذه الحكومة إن شاء الله. والله أنا أعتبر هذا القرار الوحيد، القرار اللي كان بصالح المواطن. هذا القرار اللي من بداية السقوط إلى اليوم هذا، تعرفين يعني إحنا كثافة سكانية كان تعداد العراق لا يتجاوز حوالي 20 مليون، اليوم فوق 45 مليون. القطعة اللي كانت 100 متر اليوم أصبحت قطعتين أو ثلاث قطع. فلجأت العالم أن تشوف هاي المناطق الزراعية وتسكن بيها، يعني أفضل من تكون يعني في البيت 20-30 نفر. اليوم تهيأت هاي لهم الظروف شوية أفضل، يعيشون بسلام ويعيشون بوئام، عوائل يعني ما تخرج بنتائج مو زينة يعني سلبية. بالإضافة لهذا الأب يكون يعني مسيطر على أولاده 2 أو 3 أو 4، في حين كانت العائلة تسكن 100 متر أكثر من 20-30 نفر، وهذا من الصعب أن يكون واحد يسيطر عليها 2-3 أو 4. بالبيت يكون متشتتة أفكارهم، وأيضا يعني تكون أفكارهم غير منسجمة مع العوائل الأخرى، وهذا يعني ناتج عن الكثافة السكانية، هاي إفرازات الكثافة السكانية. يعني أغلب الناس، أغلب وليس الكل، من المتجاوزين على الأراضي، أراضي الدولة وبنوا عليها، والأراضي الزراعية أيضا، من الناس اللي حالتهم المادية ضعيفة، من الناس اللي فقراء، فيقول لك أنا اليوم ما تجاوزت على أراضي الدولة اعتباطا، وإنما يعني الحياة صعبة وأنا عندي عائلة. وأغلب هذه البيوت تسكنها أكثر من أسرة في إطار العائلة الكبيرة، فيقول لك أنا يعني اليوم هذا اللي قدرت أتصرف به، والأراضي الزراعية أرخص، وأنا ما لا أقدر ألقى حقوقي، والبيوت غالية والقيعان غالية، أنا وين أروح؟ فاضطرهم هذا الشيء للسكن ضمن العشوائيات، ومواجهة بعض الكثير أو الكثير من المشاكل، وليس بعض المشاكل مثل ما ذكروا في الاستطلاع أنه التبليط، ممكن مشاكل في الكهرباء والكثير من هذه التفاصيل، لأنه هاي المنطقة أصلاً ما بيها أي بنى تحتية حتى تكون سكنية، هي أصلاً أراضي للزراعة، فهم جو يسكنوا عليها، مدولهم منا واير ومدولهم منا تكرمون النجاري. فيعني هذا بجهود شخصية وليس أساسات حقيقية لمنطقة سكنية 100%، وهي همينة على المدى البعيد، أيضا لها مخاطر ولها سلبيات كبيرة أيضا. يعني القرار مو بهذه السهولة يجي ويتخذون قرار، أكيد إلى توابع حتى على هذول الأشخاص. خلونا نكمل الموضوع مع ضيفنا المحامي حسين عباس السوداني حتى نحكي بشكل قانوني حول هذا القرار. مساء الخير عليك أستاذ حسين. أهلا ست، مساء النور. أريدك تحدثنا أكثر بشكل قانوني حول هذا القرار وتفاصيله والأراضي اللي يشملها هذا القرار. نعم ست، طبعا بداية تحية طيبة إليك ولكل المتابعين الكرام. شكرا. بالنسبة لقرار مجلس رئاسة الوزراء اللي يتكلم بخصوص تحويل جنس الأراضي من زراعي إلى طابو، طبعا لازم تكون الأراضي عائدة وممتلكة من قبل الدولة، يعني لازم ملكيتها تابعة للدولة. يعني الأراضي اليوم اللي يمتلكها فرد مواطن يمتلك أرض زراعية باعها مثلاً الأحد بشكل ضمني أو بنى عليها هو نفسه، يعني هذه غير مشمولة بأنه هي تحول إلى سكنية، فقط التي تملكها الدولة. أكو فرق بين أن المواطن ماخذها من الدولة، يعني تعرفين الدولة لها عدة وزارات، وكل وزارة اليوم لها أراضي زراعية مخصصة لها. هذا اليوم هو هذا الشخص مشتريها من الدولة يقدر يروح ويسجلها ويحولها إلى جنس الطابو. بس يعني إذا هو مشتريها زراعية من الدولة وبنى عليها، اليوم يقدر يتملكها كسكنية بالضبط، فيمشي بالمعاملة بالضبط، إلى حق، ويقدر يحول جنس الأرض إلى سكنية إلى حق. هنا أنا راح يدفع رسوم أخرى. الرسوم اللي يدفعها طبعا مسألة التسجيل بدون رسوم، يعني من يروح يقدم طلب
بدون اي رسوم. يعني ما يدفع الرسوم مرتين. المراحل البدائيه ما تطلب من عنده اي رسوم. من يقدم طلب بدون اي رسوم. لكن بعدين من تمشي الاجراءات ومن يتملك راح تشكل لجان مثل ما ورد بالقرار مستقبليا تشكل لجان اللي هي يتولاها امين بغداد اللي يشرف عليها اللي من شأنها تقدر الاسعار. برايك من الناحيه القانونيه هل جاء في وقته هذا القرار ام كان من المفترض تتبعه قرارات اخرى او تسبقه قرارات اخرى؟ لا هو طبعا القرار جاء بوقت نقدر نقول كلش مناسب. يعني اليوم احنا بحاجه القانون اللي ينظم السكن للمواطنين واحنا ندري انه هواي اكو مواطنين للان بدون سكن. فهذا القرار كان منصف بحقهم. يعني اجى بوقت مناسب وخطوه جيده تحسب لراس الوزراء حقنا. طيب شنو القرارات اللي تدعم هذا القرار حتى يسري بشكل صحيح؟ يعني اليوم احنا هم ما نريد بعض الناس يعني حسب نص القرار تحديدا، هل يقدر اليوم بعض الاشخاص يستغلون هذا القرار بحيث يتجاوزون اكثر على الاراضي الدوله؟ لا اكيد احنا بعد القرار بعد من يعني من ينتهي القرار نهائيا ماكو شخص مسموح له انه يروح ويقدم طلب ويسجل، لان القرار بمده هي 90 يوم. يعني بعد ال 90 يوم اذا اكو شخص يقول يابا انا اريد اسجل فغير مسموح له، يعني فتره ال 90 يوم حصرت انه له حق يروح ويسجل. نعم. طيب الأراضي اللي تكون العشوائيات واللي تسمى أيضا الحواسم اللي تكون أغلب الوقت هي يعني ملاصقة للأراضي الزراعية، يعني هذه الأراضي شو راح يكون التعامل وياها مع هذا القانون؟ طبعا الأراضي الملاصقة أو الأراضي العشوائية أو نقدر نقول المتجاوزين هذولي بالخصوص يعني أي تمليك ما لهم، لأن احنا بشروط التمليك لازم يكون المجمع وبناءه يعني بصورة رسمية، يعني لازم بناء مؤهل. يعني اليوم نلقى اكو تجاوزات على أراضي الدولة سكن متفرق، يعني كل قطعة بمكان أو كل دار بمكان ما لهم حق. لازم يعني اذا كانوا ملاصقين مثلا لارض زراعيه وفي حاله هذا القانون شلون راح يتم التعامل وياها؟ ما لهم تمليك، يتم فصل الارض، يعني شنو الاجراء؟ هو ست القانون واضح. نعم. لازم انه الارض اللي عليها العقارات واللي عليها هذا الدار لازم هي ارض زراعيه. يعني انا اليوم مو الارض هي ما مسجله للدوله او ليست تابعه للوزاره واجي املكه. لأن يعني القانون قال لازم الأرض عائديتها للدولة، لازم أرض الدولة. أما إذا كان متجاوز أكيد ما له حق إنه يملك الأرض اللي قاعد بيها. نعم. طيب بالنسبة نحتاج من حضرتك توضيح قانوني بالنسبة للقانون اللي يخص كل شخص يمتلك أرض زراعية اليوم، إذا كان باني عليها، إذا ما كان باني عليها، الأرض تكون يعني ملك شخص أو ملك دولة يعني؟ بالضبط مثل ما ورد في فقرات القانون لازم مساحة الأرض المراد تمليكها لازم تتجاوز مساحتها فوق 100 متر. يعني أقل من 100 متر ما يتملك. أقل من 100 متر ما له حق. لازم فوق 100 متر ويروح يقدم طلب حتى يملكه. ولازم تكون هذه الأرض ضمن منطقة مؤهلة، يعني لازم هاي المنطقة مبنية. يعني لازم مو مثل ما قلنا من الساعة، يعني وبيها خدمات ومؤهلة. اي لازم منطقة كاملة بنائها، نقدر نقول يعني بنتباوع عليها تشوفها مدينة. لازم بناء كامل حتى باكر عقبها من تملكها الدولة تقدر تبلط بها أرصفة، تقدر تخلي كهرباء، تقدر تمد شبكات مياه الصرف الصحي. فلازم الأرض بنائها مكتمل. هل هناك شروط أخرى أم فقط يعني خلينا نقول المساحة والأرض تكون مؤهلة سكنية؟ بالضبط لازم طالب التمليك لازم شخصيا يعني المستفيد من الأرض اللي 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 ساكن بيها لازم شخصيا هو اللي يروح ويطلب التمليك. وعندنا شرط ثاني إنه ما يصير يتملك قطعتين. يعني له حق بتمليك قطعة واحدة فقط. ما يحق له أكثر من قطعة. جيد. هذه هي كل شروط هذا القانون حتى واحد اليوم يقدر يتملك الأرض اللي هو ساكن بيها وتكون زراعية وملك
للدولة. شكرا لحضرتك ولمشاركتك ويانا بهذه المعلومات القانونية. عندنا طبعا أكيد استطلاع آخر أذكركم بأرقام الاتصال، تقدرون تشاركونا بآرائكم حول موضوع هذا القانون على رقم 0782233220. نعم، فعندنا اتصال. نعم، ألو، خليل. نعم، اكو اتصال من خليل. مساء الخير عليك. الله يخليك. طبعا الموضوع اليوم موضوع مهم، هو موضوع تمليك الاراضي الزراعيه. انا اقول بين قوسين وباختصار، سلطوا على الاراضي، يعني هاي وجهه نظري انا، ما لي غرض يعني. نعم، اقول سلطوا على الاراضي الزراعيه سلطه الرحم. كيف؟ شلون برايك يعني؟ يعني شلون برأيي؟ خلينا ناخذ على الأمد البعيد، أعتقد الخطة إذا نجينا الخطة ما مدروسة على الأمد البعيد، يعني درسوها توقيتياً، يعني أنا أرجع حل أزمة السكن. يعني أزمة السكن وأزمة العشوائيات. مو هكذا تحل. نعم. أزمة السكن، يعني إحنا نريد كل ما يجي الدورة يكون يبني له فد، يترك له بصمة أول ما يحل أولوياته هي المجمعات السكنية، شلون بنوا المجمع؟ مال بس ماي هاي تركه يعني مثل ما اقول جميله هذا الشيء. نقول احنا الى الامد البعيد يعني شلون يعني الاجيال القادمه يعني ما راح تلقى ارض زراعيه تزرعها. الحول العراقي هو متعرض الى هجمات، متعرض الى حصار، نعرف هذا يعني حسب كلام الوزاره. الوزاره تقول احنا نريد احنا نزرع الارض. نعم. ما راح نلقى يعني نلقى قد شيء قليل، فلذلك انا زين قلت لك تلقوا طلقة الرحم على الارض الزراعيه. هسه اكو ارض يعني صبقاء جرداء ظاله مكنوسه، اوزعها كل مؤسسه، كل وزاره هي لها حصه وتوزع على موظفينها. حتى الكاسبين، الاولويه للكاسبين. مو بس الموظف يستلم قطعه ارض وقطعتين وبيت تمليك، والكاسب لا، يعني الكاسب لا. خليل، الوزاره تقول انه هذه الاراضي الاولويه هي اذا تسمح لي. ما لا حول ولا قوه، لا راتب، لا تعيين، لا تقاعد. صحيح، الاولويه عندهم وبعدين تجي الموظفين والمسميات الاخرى. فانا اقول هذا القرار غير مدروس، راح ياخذ ابعاد بعيده، بالايام بالسنين القادمه الاجيال تنتهي الزراعه، وهي قضوا على الزراعه يعني. هذا القرار صحيح. اقول انا قضوا على ما يسمى بلاد النخيل او ارض السواد. نعم، شكرا لحضرتك. نعم. ولمشاركتك رأيك. طبعا مستمعينا عبر الرابعة اف ام ومشاهدينا عبر شاشة الرابعة تقدرون تشاركونا عبر الأرقام الظاهرة على الشاشة 0782233220. يعني تعقيبا على رأي المتصل، الوزارة تقول انه احنا ما محتاجين هذه الأراضي زراعيا، وهي بعض الأراضي غير صالحة للزراعة، وأيضا هذه الأراضي اللي إحنا نريد نملكها هي أصلا أراضي يعني أوردي تم بناء المنازل عليها وأصبحت مناطق سكنية بالكامل، يعني هي على الورق فقط زراعية، فقط على الورق. تيجي تفوت عليها تلقاها منطقة كاملة وتكاد تكون مدينة صغيرة، بيوت، شوارع غير مبلطة، مبنية بشكل عشوائي طبعا لأنه هي غير سكنية، فبالتالي الدولة ما سوت لها بنى تحتية ولا مدت لها كهرباء. باجتهاد شخصي من قبل الناس والعوائل بنوا بيوتهم على هذه الأراضي الزراعية. اللي يقول لك أنا اشتريت أرض زراعية وبنيت عليها وقعدت فيها لأنه سعرها أقل، لأنه أنا مدى أقدر أتحمل كلفة السكن في المدينة والمناطق السكنية النظامية. نعم، أيضا يقول لك أنه ابنونا مجمعات سكنية، وفرونا، سهلونا الأمور. يعني هنا لازم تشترك حتى نحل أزمة السكن من البداية وبشكل صحيح. لازم تتكاتف جهود عدة وزارات،
ليست وزارة واحدة وليس قرار لشخص واحد، يعني وزارة المالية، وزارة السكن، وزارة التخطيط، وزارة العدل، وزارة الزراعة، حتى البرلمان، وأيضا أمانات بغداد والمحافظات أيضا. لازم كل هذه المؤسسات تشترك مع بعضها حتى تحل أزمة السكن بشكل جذري وصحيح وبخطوات مدروسة، عواقبها أيضا مدروسة للمدى البعيد والمدى القريب أيضا، ومراعاة الفئات الاجتماعية. لأنه اليوم عندنا أكو بعض الشركات ده تبني مجمعات سكنية، لكن أسعارها ده تكون جدا عالية، ما يقدر أي أحد يتملك بها. خلونا ناخذ استطلاع للرأي آخر ونشوف آراء الناس في الشارع حول هذا القرار. والله هي خطوة شو نقول احنا غلط، يعني كانت بغداد قبل خضار حلو، حتى هسه الأجواء التراب اللي تصير، احنا لو عندنا خضار مثل قبل كان ما صارت هسه الأجواء التراب هذاك الموسم اللي راح. بس حاليا السكان كثر، عدد سكانه قام العالم تستغل المكان الخضراء هذا تقعد بيه تبنون بيه، وهاي الاراضي الزراعيه دي ياخذوها سكنيه، لان العالم هم حقها، يعني اللي يتزوج يطلع من اهله يقعد بوحده او يشوف له بيت او يشوف له قاع يبنيها. هي هذا وقتنا، يعني مو مثل قبل عدد سكان اقل، لسه عدد سكان دي اكثر شوي شوي، ومساحات ماكو ببيوت، يعني كل بيت هسه اذا كان قبل 200 متر قام يقسموه سووا 50 50 على مود يقعدون يسوون شلون مجتملات. وان شاء الله يا بغداد تظل خضره حلوه وبهلها ان شاء الله، ان شاء الله الامن والسلامه لهالبلد هذا. نتمنى احنا من الله سبحانه وتعالى ان يتطور اكثر واكثر، وعلى هاي الحكومه الجديده ان شاء الله. الاراضي الزراعيه هي سر جمال بغداد، لان هي كانت بالمنطقه يعني بمناطق بغداد المحيطه ببغداد، هاي الاراضي الزراعيه توفر جو حلو لبغداد، توفر تنقي الجو من الأتربة، فتحويلها إلى مناطق سكنية جريمة بحق بغداد. ولو يزعلون عليه الناس البسطاء والناس اللي يحتاجون أراضي زراعة يعني سكن، بس هاي الأراضي الزراعية يعني بيها فد فائدة كبيرة لبغداد. وثانيا هي يعني شلون يسموها الحزام الأخضر، أنت يعني إحنا بشبابنا أيام الزمان من كنا يعني بالسبعينات وبالستينات كانت صدر القناة يعني من أحلى مناطق بغداد، بحيث كانت يعني من توصلين ذيك المناطق تحسين تشتمين أكسجين. أنت من تسوين هالعملية الأكسجين حيقل، وكلها يعني مو بصالح الطبيعة ولا بصالح بغداد. طبعا احنا من نقول اراضي زراعيه وتحويلها الى سكنيه، اول شيء يخطر ببالنا انه بستان جميل وبزرع وزراعه وكذا، فنقول انه لا، ما نريد هذا الشيء، واحنا مفتقرين اصلا للتشجير والخضار وعلى قولة الحجي الاكسجين. بس مثل ما ذكرت سابقا، يعني القرار كان للمناطق، وايضا يحمل شروط للمناطق اللي هي أصلاً مبنية وأصلاً صايرة سكنية من قاعها. راح يكون ويانا حول هذا الموضوع ضيفنا عادل المختار، مستشار سابق للجنة الزراعية في مجلس النواب عبر السكايب. مساء الخير عليك أستاذ عادل. كريمة أستاذ عادل، أريد تحدثنا عن الجانب السلبي والإيجابي حول هذا القرار. شكرا جزيلا لحضرتك على هذا الموضوع. حقيقة احنا مع اي قرار يخدم الناس، حتى لو شريحة قليلة او كبيرة، المهم اكو خدمة للناس. اليوم راح نتكلم حقيقة بالجانب الاخر، ما راح نتكلم على القرار، لان تعرفين حضرتك كل القنوات حكت على القرار وشروطه، وشروط اللي لازم يقدمون 90 يوم، ولازم بس قطعة واحدة، ولازم هو المستفيد. كل هذا الجانب أكيد يعني كل الفضائيات ألمت بي اليوم، ولا راح أحكي عن الأراضي الزراعية، لأن الحمد لله إحنا عندنا أراضي زراعية أكثر من 30 إلى 32 مليون، شكوا بها إذا راحت مليونين، هذا هم ما راح أحكي به، ولا الخضر. راح أحكي في مواضيع معينة. أولا اليوم أصحاب
الأراضي اللي هي ملك صرف. نعم. واحد عنده أرض ملك صرف وقسمها إلى الناس ووزعها وباعها، يريد يحولها جنسها إلى زراعة سكني حتى يأخذ الإجازة ويأخذون قروض ويحولها. ما يقبلون. طيب ليش هذا العشوائية اللي هي أرض، قطعة أرض تابعة للدولة وهو متجاوز تعطي حق الموافقة وتغير له جنس الأرض، بينما هذا هو أصلا قانونا من حقه وماكو أي مشكلة، قاعة وباعها للناس برضاتهم وانتهى الموضوع وقسمها وسكنها وقعدة وبنها. إذا هذا أولى من هذا، يعني هذا القرار جاء على ناس وناس وانطى الحق للمتجاوز، يعني المتجاوز على أملاك الدولة أصبح له حق، والذي يملك الأرض ليس له حق. بالضبط. الشيء الآخر اللي أريد أقوله، أكو قرارين 117 وأكو قرار 35. نعم. بالأراضي الزراعية طبعا هذا هو عقد لشخص، لكن الأرض هي تابعة للدولة. نعم. عقد مال شخص بس الأرض تابعة للدولة، وهواية منهم قسموها وباعوها، وهذا البيع لا يجوز أصلا لأن هو مو مالك، هي الأرض تابعة للدولة. طيب هسه ذولا أصبحوا بانين في أراضي الدولة، تنتبهي بانين في أراضي الدولة، هم أصلا دفعوا لأبو العقد فلوس، فإذا اليوم إذا شملتهم راح ترد تأخذ منهم فلوس، يعني راح يدفعون مرتين، هل يجوز؟ أو ما راح يقول لك أنا ما أقدم معاملة للتمليك لأن أنا بعد وقت الإيجار مالتي من الدولة ما خلاص. نفس المدة. لا ماكو إيجار. لا ماكو. نعم. هذا اشترى القاع عقد أو عقد، باع القاع مالته قطعها وباعها واشترى. عفوا، يعني أيضا هنالك القرار الذي يخص الناس اللي ماخذين الأراضي بعقد أجار لمدته 25 سنة، وأيضا مو إيجار. نعم. مو إيجار، قسمها وباعها سكنية موجودة، يمكن بالدورة تحديدا تلقي. نعم. عقود مقسمة ومبيوعة والناس بنت بيوت، وهذا مخالف القانون. نعم. يعني سنة 25 البايع والمشتري والدولة ثلاثة أطراف. البايع لأنه هو باع غير قانوني وأكيد قبض فلوس وانهزم، والمشتري اللي دفع فلوس وراح بنه هو شو معرفه هاي المصير، والدولة اللي هي المالك الشرعي للأرض، فإذا أصبح متجاوز على القاع شخص وواحد نصب عليهم ونهزم. نعم. هذا غير يتابع اللي باع الأراضي هذه. يعني تقصد حضرتك أنه اليوم هذا القرار مبدئيا لازم يكون تتبع سلسلة من القرارات حتى يكون قرار صحيح 100% ويغطي كافة الجهات أو الفئات. بالضبط. يعني اليوم هذا تجاوز، يعني هسه أنا اشتريت من فلان من الناس قطعة أرض هي عقد للدولة وهو قسمها لحال الناس وبنينا، بعدين تبين أنه هذا لا يجوز قانونا، طيب هنا أصبحت أني متجاوز على أرض الدولة، هل أني مشمول لو لا؟ وإذا كنت مشمول هل يجوز أدفع البدل قاطلة مرة ثانية وأني دفعت للأول فلوس وهنا الدولة هم تريد فلوس؟ زين النصاب اللي نصب ونهزب ما حد راح يتابعه؟ طيب اليوم راح نرجع على موضوع، طبعا هي فكرة إيجاد سكن للناس فكرة رائعة، وأنا سمعت بعض المتحدثين من قناتكم الكريمة. نعم. يعني مجمع بسماية على سبيل المثال، مجمع بسماية شيء رائع وأعتقد الإقبال كبير عليه، ويمكن مقبط أنا ما أعرف لأن بدأت توسيعات أكثر وشفناه بعيني. صحيح. طيب ليش ما يكون فت قرار أنه مثل مجمع بسماية، يعني عمارات سكنية واطئة الكلفة، أصحاب العشوائيات يأخذون بدون مقدم وبأجر طويل وبأقساط طويلة الأمد، وهنا راح يكون بناء عمودي مرتب، بينما أنت هاي العشوائيات يراد لك تبليط شوارع، يراد لك كهرباء، يراد مجاري، يعني أنواع الأشياء منين راح تجيب؟ شلون راح تقدر تخدمها؟ وخصوصا إذا كانت غير نظامية مثل ما نعرف، هنا لازم راح تفلش وتبني وتعدل يعني أنا أقول العالم كله وين وصل؟ العالم وصل كله يبني ناطحات سحاب، يعني هاي الأردن، هاي السعودية، هاي الإمارات، أكو دولة بالعالم لحد الآن توزع قيعان؟ شفنا
مبادرة داري بالدولة رئيس الوزراء السابق، هم وزع قيعان وزع قيعان وزع. إلى متى هاي الفلسفة راح تبقى عندنا؟ من غادرها ونروح إلى العمارات السكنية اللي أوجه وأرتب وأنظف وتترتب بالشكل الصحيح، فساحات موجودة. فلذلك أنا شنو أقول؟ أقول يجب أن يسمح بتغيير جنس العقار في حالة بناء مجمعات سكنية عمارات. مو واحد يروح يبيع، يعني مثلا واحد يروح هو ملك صرف يريد يحولها، فعلا هو من حقه ملك صرف يحول الجنس ونخلص، لكن بشرط أن يبني عمارات سكنية حتى الناس تستفاد. إلى متى راح نبقى بهذا الشكل؟ وش قد ممكن نوزع؟ تعرفين حضرتك أكو جردي وزارة التخطيط، عدد المجمعات لحد الآن العشوائية 4000 مجمع عشوائي، ما يعادل 500,000 وأكثر بشوية بيت، ما يعادل 3 ملايين شخص. هاي العشوائيات لثلاث ملايين شخص، إيش قد أكو بعد مجمعات؟ طيب أرد أضرب لك فد مثل آخر، منطقة الشواكة شايفتها حضرتك نص بغداد، منطقة تعبانة، بيوتها تعبانة متهالكة حتى آيلة للسقوط. هذه لو تنبني عمارات على مستوى عالي، نعم يعاد تأهيلها، نعم، وتعطيهم الذول الأفضلية أن يأخذوها بدون مقدم أو في مبلغ، يعني 100 أكو أفكار أن نطلع بوجه حضاري للعالم. يعني حضرتك اليوم تعتبر هذا القرار يعتبر ترقيعي وليس قرار بحلول جذرية؟ يعني أنا أقول متسرع كان أكثر، لو فد شهر لأخ ينضبط أكثر، المعنيين ينجمعون يدرسون الحالات. طيب. كلها يعني اليوم راح تشوفين هواية حالات ما انطبقت عليهم، ومنهم الملك صرف لحد الآن ما صحيح لازم وصل. تتبع الكثير من القرارات حتى يكون قرار سليم. حضرتك عندما كنت مستشار للجنة الزراعية في مجلس النواب أستاذ عادل، شنو كانت النقاشات حول هذا الموضوع؟ أكيد تم طرحها أو طرح بدائل لهذا الموضوع. حقيقة في الدورة الثانية كان رئيس اللجنة، أنا حاولت أتصل به حتى يعني أخذ موافقته أن أذكر هاي الحالة، شيخ حامد الخضري كان رئيس اللجنة، من جاء القرار قعد قال لي رأيك شنو؟ قلت له تغير جنس جنس الأرض، صنف الأرض إذا كانت عمارات سكنية، مجمع سكني. ليش؟ حتى نلحق بدول العالم، يعني ما يصير إحنا نبقى بس توزيع. ووقف على هذا الموضوع أنه هل يحول إذا كان عمارات سكنية لو يستمر بقطعة أرض وعلى هالمنوال. اليوم أقول لك شيء واحد، اليوم القرار يقول من تاريخ صدور القرار بعد أي مجمع عشوائي ما يصير. طيب أنا أنطيك في الضمانة بعد شهر أو شهرين راح تلقين في 50-60 مجمع عشوائي راح ينبني. ليش؟ لأن يقول لك راح يجي رئيس وزراء قادم ويعطينا الحق هذا، اسوى بالقبله والقبله والقبله حي البسيتين اللي هو هسه مشمول، ليش؟ هو منه كان مخصص لدوله احدى دوائر الدوله وبعدين صار التجاوز واليوم اصبح واقع حال وراح يتبنى. بالعافيه أنا مدى انتقد، يعني مدى انتقص بالعافيه عليهم وهذا حقهم وهو بلدهم، لكن احنا ما نريد الحاله كل كم سنه تتكرر ويجي رئيس وزراء ويقول بس ذولا ونرجع قاطلا. نعم. المفروض قرارات مبنية على أساس. اليوم العالم وصل كل عمارات سكنية. صحيح. كل شوارع مبلطة. اليوم أنت كل مجمع إيش قد يراد له؟ هذه أحدى المجمعات العشوائية، كم بيت وإيش قد نقطة المجاري العفو وإيش قد كهرباء وإيش قد ماي وإيش قد خدمات، هذا كله شلون راح ترتبه وأنت؟ نعم. احتمال كبير النفط راح ينزل. صحيح. الوضع السياسي ما معلوم ايش راح يصير. زين اذا انخفض خصوصا جائحه كورونا، اذا رجعت فالنفط 100% ينزل، اذا نزل شلون؟ صحيح. اذا المفروض احنا تجي شركات تبني على اساس البناء العمود الكلفه. نعم. والاهل العشوائيات او ما عندهم لهم الافضليه، سواء سماح ب 20% او بدون مقدم تقديم أو تسهيلات كثيرة. يعني نعم. شكرا لحضرتك ولتواجدك ويانا ولحوارك. شكرا جزيلا. اهلا وسهلا.
مشاهدينا مستمرين وياكم بحلقتنا. طبعا بالنتيجة يعني القرار فيه من الإيجابية، يخدم بعض الفئات، لكن حتى يخدمها حتى بشكل صحيح لازم همنا الدولة تبلط وتبني وتمد كهرباء وإلى آخره، يخدم فئة على حساب فئة أخرى. يعني اليوم صاحب الأرض اللي يملكها يقول لك ليش أنا عاد ما أقدر، ليش بس متجاوز؟ وأيضا نعم، وأيضا عندنا أنا اتصال. نعم ناخذ اتصال. ألو ناخذ اتصال. ألو نعم مساء الخير. ألو وياكم السلام عليكم. وعليكم السلام. رحم الروح والديش هذا اللي ملتقين وياه، هو يعطي مثلا من جيب أبوه فلوس للمتجاوزين اللي يطلبون من الدولة. نعم لا من الخسران هو؟ ما هو ما خسران شيء، هو ده يقترح مقترحات قد تكون أفضل حتى لأصحاب الأراضي، ويتحدث عن البناء العمودي والتسهيلات حتى تشمل ناس أكبر من هذه الشريحة. بتي رحم الله والديك، يا سعد رحمة الناس هاي المتجاوزين والقاعدين بالزراعة. نعم. يعني هو شنو اللي هامة مثلا، شنو اللي خاسرة؟ هو مو ضد القرار وإنما مع قرارات تتبع هذا القرار لتصحيح مساره. والله ضد القرار شاهد، أنا قاعد أتابع. نعم طبعا احنا هدفنا نوصل صوتكم، وشكرا على رايك. وطبعا اكيد احنا متضامنين مع الناس اللي اليوم تطالب بحقوقها، الناس اللي ما يقدرون اليوم يلقولهم بيت يناسب حالتهم الماديه. الله يا عمو حاله يرجع اليها الناس هاي بالزراعه قاعده، الله شاهد لا مجاري. نعم. لا تسمع حالة. حضرتك من يا منطقه؟ أنا من بغداد بالزعفرانية. من الزعفرانية، شنو الوضع بالزعفرانية؟ يعني أكو بمنطقتكم يعني مقسمة بشكل صحيح بتخطيط الأفرع؟ والله يا عم هاي 66 ماكو؟ مقسمة تقسيم نظامي، شوارع 10 أمتار نظامية، لا بها داخل ولا بها خارج. إن شاء الله أنتم تكونون من ضمن المشمولين بالقرار، وربي يفرجها عليك وعلى كل الناس إن شاء الله. تعزمنا على الغداء. يا الله مشكورين عمو. شكرا شكرا لاتصالك. نحن دائما نقول أنه إحنا لسنا مع ولسنا ضد، لكن نحاول أن نناقش هذا القرار. فبالتالي أيضا ذكرت أنه الظاهر أنه هذا القرار لازم يتبع سلسلة من القرارات حتى يكون قرار يخدم الناس بشكل صحيح، ويعني يقوم هذه الظاهرة، يقلل من العشوائيات، يعطي حقوق للناس وسكن. كانت هذه أفضل 10 أفلام في شباك التذاكر الأمريكي لهذا الأسبوع. مشاهدينا راح نكون وياكم من الأحد إلى الخميس من الساعة 5 إلى 6 مساء. محور حلقتنا اليوم غد إن شاء الله راح يكون لمن القوة، للقانون أم للأعراف العشائرية. حلقتنا لهذا اليوم انتهت، نلتقيكم غدا إن شاء الله على خير. إلى اللقاء.